من 32000 ريال اليوم غتبقى لكم ب 12000 ريال، شتي شحال ناقصه لكم؟ غسالات المواعن هنايا بدلا من 90000 غتبقى لك لالا ومولاتي ب 40000 ريال وهانسيس. هنايا هي كتنشفهم وتتشوشواريهم بحال راهم في الشمس، والثمن ديالهم رائع جدا اللي هو 2990 درهم. هنايا الثمن عندهم ابتداء من 7500 درهم، تاخذ عندهم ثلاجه شي حاجه زوينه او بروفيسيونيل. انه هنا راه غارونتي، كيعطيوك غارونتي عام كل منتوج خديتيه سواء كان مستعمل او لا شبه مستعمل، راه كتاخذ غارونتي ديال السنه. السلام عليكم احبابنا، مرحبا بكم والف مرحبا في المحل ديال التجهيزات البريطانيه المنزليه اللي كاين في سقومه. هذا المحل اللي ولا غني التعريف في مدينه مراكش، كلشي ولا تعرفوا وكلشي تيتسنى الفيديو ديالو بفارغ الصبر. هذا المحل اللي كيدير الثلاجات، ماكينات الصابون، ماكينات غسيل المواعن، وزاد دابا ديزارتيكل جداد، شي حاجه اللي جديده واعره، جاب بحال الشيشوارات، يعني ماكينات الصابون اللي ولا كنعرفوا كاينه ماكينات الصابون وكاين الشيشوار، كاينه ماكينه الصابون اللي فيها شيشوار. هاد المره جاب لكم الشيشوارات الناس اللي عندهم لي زابارتومون ما كاينش فين ينشروا، اولا الناس اللي كي يعني كاين كيبغيو ينشفوا حويجاتهم بسرعه لانهم كيبغيو يلبسوهم بالزربه، اولا كذلك اليوم كاين العجانات اللي الثمن فيهم واعر بزاف، اللي كان عليهم اقبال كبير بزاف في الفيديو اللي فات. اليوم جاب فيهم والمحل لا كونتيتي ديال بصح. كاين كذلك جاب لكم واحد البركاسات الكتريك، شي حاجه توب واعرين، وبزاف ديال المنتوجات اللي غتكتشفوا معنا اليوم. دابا قبل ما ندخلوا لي ديتاي غادي نشوفوا معكم النعت ديال المحل ونرجعوا باش نشوفوا لي بتي ديتاي. مرحبا بكم. نبداو معكم بالعجانات. هاد العجانات اللي كان عليها اقبال كبير ها هي رجعت لنا عاوتاني، هادي اللي فيها 4 متر ونص، غير باش نبين لكم الثمن ديالها وناكد لكم بحال المره اللي فات، ها هو الثمن ديالها الاصلي اللي هو 159.99، يعني بحال قلنا 32000 ريال. هادي الثمن ديالها 32000 ريال، من 32000 ريال اليوم غتبقى لكم ب 12000 ريال، شتي شحال ناقصه لكم؟ من 32000 ريال غتبقى لكم ب 12000، ناقصه لكم 1000 درهم، 20000 ريال في هاد العجانه هادي. ونذكركم باللي هاد العجانه ديال الانجليز، بالنسبه للناس اللي كيسولونا على لا كونتيتي، راه كاينه فيها لا كونتيتي ديال بصح كما كتشوفوا هنايا. هاد التستيفات هادو، ها انت راه التستيفه الاولى الثانيه الثالثه هادي، وشوفوا شحال شاده. وكاين كذلك ستوك، راه هو اللي هي في الدروج كما كتشوفوا، ستوك كبير لان كاينه فيها 150 عجانه. فمرحبا بكم. نذكركم باللي هذه راه 1300 واط، الناس ماشي 800، هذه 1300 واط، والليترات راه 4 متر ونص، يعني ماشي عجانه صغيره، وموتور مفورسي 1300 واط، راه موتور مفورسي ديال بصح. اذا مرحبا بكم الف مرحبا. نعاود نذكركم هذه العجانه هذه من 32000 ريال اليوم غتبقى لكم ب 12000 ريال، ناقص لكم فيها 20000 ريال، والكميه كاينه فيها 150 حبه وتوصيل لجميع المدن المغربيه. دائما ملي كنصور في التجهيزات البريطانيه المنزليه كتسولوني كتقول لي راه شفنا مواعد الثلاجات، وشفنا ماكينات الصابون، شفنا الاخرين، ولكن بغينا الغسالات المواعن. وانا ملي كنجي ما كنلقاش عندهم شي حاجه كونتيتي، وما كنلقاش عندهم شي حاجه اللي فيها شي ثمن زوين، لكن هذه المره جاب لكم غساله المواعن، شي حاجه ماركه عالميه وجاب فيها لا كونتيتي وبثمن زوين، اللي هي هانسيس من 90000 ريال اليوم غتبقى لكم ب 40000 ريال، قل من نص ديال الثمن ديالها، من 4500 درهم ل 2000 درهم. هانسيس هذه كاين فيها الكري وكاين فيها الابيض، والثمن الفرق بيناتهم هو 300 درهم، كاين الابيض وكاين الكري، وكاين فيها الاحجام الكبيره. في هانسيس كاينه ماركات اخرين بحال مثلا هذا هانسيس، هذه حجم كبير. هذه باش نعطيكم الناس اللي عندهم لي زابارتومون اسره صغيره فيكفيهم هذه، حتى الحجم ديالها في البلاصه فين غتحطها راه كافيه. وهنا الناس اللي عندهم عائله كبيره، اسره كبيره، دار كبيره، يمكن لهم ياخذوا هذه الكبيره هذه اللي الثمن ديالها غتبقى لكم 3000 درهم، والفرق بينها وبين الابيض هو 300 درهم. كاين بزاف ديال لي مارك، كاينه بيكو، كاينه سيرا، كاينه ال جي، تجيو ان شاء الله وتكتشفوهم، كاين فيهم احجام كثيره ومتنوعه. فاذا مرحبا بكم، غسالات المواعن هنايا بدلا من 90000 غتبقى لك لالا ومولاتي ب 40000 ريال وهانسيس. وندوزو معكم لحاجه اخرى، هاد لي طابي غولي، الناس اللي كيبغيو يديروا سبور اللي كان عليهم اقبال كبير في الفيديو اللي فات، ها هما عاوتاني جدد فيهم عاوتاني بستوك جديد. اذا هادو الناس غتقول لك اودي دابا هادي اللهم الواحد يخرج يجري، لا، في هاد الفتره هادي بالضبط، البرد، الشتاء،
الواحد كيبغي ما يمنكش خاصو يخرج يدير لانطريمون ديالو، ولكن كاين كما قلنا البرد والشتاء، اشنو ما كاين ما احسن من هاد الطابي غولي كيطلع امارش ولا دردك ليا مع راسك، وها انت تفاديتي الرواح وتفاديتي البرد يضربك وتفاديتي الشلاحوي وتفزك. اذا هادو غيبقاو لكم بثمن زوين بزاف اللي هو من 4000 درهم، من 4000 درهم عقل مزيان اسمعها، من 80000 ريال غيبقاو لكم 50000 ريال، من 4000 ل 2500 درهم ناقصه لكم فيهم 30000 ريال. فاذا مرحبا بكم والف مرحبا، وتا هما راه فيهم التوصيل لجميع المدن المغربيه، ونشوفوا معكم حاجه اخرى. شحال من واحد غيقول لي دابا ولا شي شوار لاش كاين الناس اللي عندهم ديزابارتومون ما عندهمش فين ينشروا حويجاتهم، كاين الناس اللي ما تيبغوش ينشروا حويجاتهم مثلا في الشراجون في الزنقه الى اخره. من الاحسن احسن حاجه هي هاد الشوشوار، لان هاد الشوشوار كيخدم بالسخون وكينشف مزيان بحال نشرتيهم في الشمس. اذا هذا في الشكل ديالو كيبان لكم بحال ماكينه ديال الصابون، حتى انا في الاول مشيت وصحابني واش ماكينه الصابون، لكن هما راه غير نشافه وشوشوار. ملي كتخرجهم من ماكينه الصابون كترميهم هنايا هي كتنشفهم وتتشوشواريهم بحال راهم في الشمس، والثمن ديالهم رائع جدا اللي هو 2990 درهم، هو الثمن ديالهم شي حاجه توب كاليتي فيهم، تاهما لي ماركين سامسونج كاينه كاندي كاين شكل الماركه اللي بغيتو راه غتلقاو عندهم، وكاينه فيهم لا كونتيتي. اذا مرحبا بكم والف مرحبا، تجيو تكتشفوهم ان شاء الله، وتا هي راه بالكيلوات بحالها بحال ماكينه الصابون، ونشوفوا معكم حاجه اخرى. وبالنسبه لماكينه الصابون، الناس اللي كيسولوا على ماكينه الصابون، هنايا في هذا المحل كتلقى على حسب لاغام اللي بغيتي او على حسب الجينيراسيون اللي بغيتي، كاينه الغام الناقصه، كاينه المويان غام، وكاينه الهوت غام، وهذا الشيء بطبيعه الحال في جميع المنتوجات اللي كاينه عندهم كيف ما كان، بالنسبه للثلاجات، ماكينه الصابون، اي حاجه غتلقى فيهم اللي غام على حسب جهدك. اذا الحاجه اللي بغيت نوصل لك انه هذا المحل عندك شويه تشري، عندك بزاف تشري، هنايا بغيتي تلاجة او لا بغيتي تلاجة ديال 3000 درهم 4000 درهم تلقاها، وبغيتي تلاجة ديال 2 مليون تلقاها، اللي نورمالمون هذيك التلاجة ديال 3000 درهم راه في بلايص اخرين تمشي تشريها ما تشريش نفس لا كاليتي، ماشي نفس لا ماتيير، لانه ماشي بريطانيا غتشريها بواحد 8000 درهم، وهذيك ديال 2 مليون غتلقاها بربعات المليون. بالنسبة لماكينة الصابون تا هما هنا عندهم ابتداء من 3000 درهم، 3000 درهم تاخذ بها ماكينة الصابون على حسب جهدك. ونذكركم انه هنايا التجديد ديال السلعه راه كيكون تقريبا كل 15 يوم، وراه ان شاء الله داخله نوفيل اريفاج ديال ماكينه الصابون من دابا واحد 10 ايام حتى 15 يوم، داخله فيهم لا كونتيتي زوينه كثيره واثمنه غتكون مناسبه. لي مارك اللي عندهم ديال ماكينه الصابون كاينه سامسونج، هاير، بيكو، اي ماركه طحت لك في بالك غتلقاها عندهم، وداك الشيء اللي قلنا كاين عندهم الهوت غام وعندهم اخر ما كاين في ماكينه الصابون. ودابا نشوفوا معكم الثلاجات، ما تنساوش دابا 15 يوم غادخل لا كونتيتي في ماكينه الصابون، وغيكون فيها ثمن زوين. كونوا في الموعد حتى غنصوروا عليكم اللي يجي الريموك عاوتاني، نصوروا لكم ونقول لكم تحت الفيديو في اليوتيوب. مرحبا بكم، ودابا غندوز معكم لواحد المنتوج واعر، هادو بركاسات، الا حشمت عليهم نقول لهم بركاسات لانه شي حاجه واعره ديال بصح. هادو بركاسات الكتريك كهربائيين، كيفاش كيخدموا؟ فوالا هاد البركاسات اللي نعطيكم عليهم بعدا الثمن، نورمالمون هادي كدير 1300 درهم، اليوم غتبقى لكم ب 600 درهم، هادي حجم ديالها متوسط ماشي صغير، وهادي اللي معروف عليها الثمن تاعها ب 2000 درهم، اليوم غتبقى لكم ب 900 درهم. كيفاش كيخدموا هاد البركاسات؟ فوالا هادو ما فيهمش، يعني كنعرفوا البركاسات التقليديا كتكليكي على واحد تويشي انا برجلك كيطلع الباب، هادي لا كتكليكي بحال هكا هاد البوطون كتحل كترمي لابوبيل او كتسد عاوتاني بهذا الشكل، وهذه كتخدم قلنا بالكهرباء، شي حاجه زوينه وماشي كتلصق عليها، ماشي كتلصق عليها الضوء البريز ولا، انا كتبقى ليبر لانه كدير ليها غير حجرات صغيرين وكتخدم بها. الحلال يمكن تدوز غير يدك غير بحال هكا بلا ما تقيس وكتحل وتتسد كليك. نفس الشيء هاتاني لهذه، هذه الحجم ديالها كبير، وكنشوفوا هنايا هذا الشكل هذا هذا لتحت كيتحل بحال هكا يعني مانيال بيدك، هي كتحل غير بهذا الشكل هذا، هي تدوز عليها غير يدك وتدوز ثاني يدك وتتسد. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على الداخل ديالها، فوالا شوف الداخل ديالها راه تيشعل فيها الضوء، يعني كتضوي لك باش تشوف اشنو كاين تما، واش عامره واش خاويه. صراحه بركاسات ذكيين اكثر ما نقولوا عليهم باللي راه الكتريك،
هادو قلنا غيبقاو لكم 900 درهم بدل من 2000 درهم، وغادي غتبقى لكم ب 600 درهم. شي حاجه زوينه انيقه حتى في الشكل ديالها وفي الديزاين ديالها واللون ديالها. انا قربت فيها غير يديها وهي تحل. اذا مرحبا بكم، نشوف معكم حاجه اخرى. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على ليسبيغاتور، ليسبيغاتور هما كاين عندهم والثمن عنده هادي ديال الانجليز. نعاود نقول لكم ديال الانجليز وناكد لكم هاد البريزادا راه معروف السلعه اللي فيها بحال البريسيد عرفها جات من انجليز، يعني بلا ما تردد بلا ما تقول لا ما يمكنش لا ديال الشينوا لا ديال هاد، هادي سلعه ديال الانجليز 100%. وهادو معروفين عليهم هاد ليسبيغاتور، هادي معروفه عليها ب 1500 حيت هادي الاوريجينال ماشي ديال الشينوا، وكاين ديال الشينوا اللي رخاص. هادي الاوريجينال معروفه ب 1500 اليوم غتبقى لكم ب 799 درهم. وكاين كذلك هادي، هادي سبيغاتور اوفابور، سبيغاتور حيت كتسبيري لا لا الزبل اللي كاين الغبره اي حاجه، وهذه فيها واحد لافورس مجهده. وفابور لانها كتنقي لك الزربيه. الناس اللي كيعانيو من المشكل ديال انه الزربيه ولا موقيت في شي وسخ في شي مرقه طايحه في شي حاجه باش تحيد، باش عاود تهز هذيك الزربيه وديها لافاج وتخص عليها الفلوس وتمر وهز وحط وتكرفيس، هذه غتهنيك من هذاك المشكل. كدير فيها الماء داك البخاخ ديال الماء تتسخنوا وكتحطو في البلاصه، كتوقف هذا الفابور في البلاصه اللي فيها هذاك المشكل اللي هذاك في هذاك الوسخ، وكتورك كتبقى تنقيه وتتسبيري تنقي وتسبيري تنقي وتسبيري وهانت تهنيتي. هادي اللي نورمالمون كدير 2500 درهم، اليوم هادي غتبقى لكم ب 1500 درهم فقط. وكاين اشكال اخرين ديال ليسبيغاتور تجيو ان شاء الله وتكتشفوهم. كذلك حتى في البركاسات راه كاين البركاسات اللي عاديين، ما نساوش انهم كذلك كاين عندهم الفرارن شي حاجه بروفيسيونيل، الفرارن بروفيسيونيل راه كاين عندهم واللي الثمن ديالهم هو 7000 درهم. ولكن كندويو على فرارن بروفيسيونيل شي حاجه اللي معروفه ماركات عالميين. وهنايا طيب اي حاجه اللي ماشي هذا ما يطيبش الخبز، هذا ما يطيبش الحلوى، ولا هذا يطيب الحلوى ما يطيب الخبز، ولا هذا يطيب الدجاج ما يطيب، لا كلشي كلشي كيطيب. وما نساوش انه لي مارك سامسونج كذلك لي ميني بار تا هما راه كاينين، راه جاو ثاني فيهم كونتيتي اخرى بثمن زوين. ودابا غندوزو معكم واحد اللمحه للثلاجات. بالنسبه للثلاجات، هنا الثلاجات غتاخد شي حاجه بروفيسيونيل وشي حاجه ماركه، وكي قلنا سلعه ديال الانجليز. واحد الملاحظه بغيت نقولها، عند الناس في الفيديو كيقول لك وعلاش هذيك الماكينه هذيك الثلاجه مثلا ساويه مليون ونص مليون نتوما عندكم 2000 درهم. وضحتها لكم قبل ولكن ربما الناس ما انتبهوش. هنا هاد المحل هذا شنو كيدير؟ كيمشي كيتقدى السلعه من بريطانيا من الانجليز. هاد السلعه شنو سلعه كيتقدى؟ كيتقدى السلعه شبه مستعمله. علاش؟ شوف ليا هاد الثلاجه هادي، شوف ليا هاد الضربه هادي، هاد الضربه هادي ممكن تكون هاد الضربه هنايا، ربما تكون من الجناب، ربما تكون من الجناب اليمين اليسار من اللور من الفوق من تحت. غير هو هاد الشيء متى كيوقع؟ ملي كتهز من لوزين لواحد المحل ولا الستوك، ملي كتضرب ليهم يعني هز وحط، هما مابقاش كيهزوها يبيعوها. كيجي هاد المحل هذا كيجمع داكشي اللي كاين عندهم، ماكينه الصابون اللي كاين عندهم، كيجيبو كيبيعو لينا حنا، كيشري بثمن زوين وكيبيعو لينا هنايا بثمن زوين. هذا مكان اولا كاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي واحد الكورونتي اللي كيكون فيه ثلاثه الاسابيع. هذا كاين في لوروب. كيفاش دير هذا الكورونتي ثلاثه الاسابيع؟ انا مثلا خديت هاد الثلاجه هادي مثلا، خديتها بهذا الشكل عجبتني، وصلتها الدار الشكل ديالها ما مناسبش الكوزينه عندي، اولا الحجم ديالها ماشي هو هذاك، اولا مثلا داكشي اللي انا كنتقدى جاتني مثلا ما هزاش ليا، اولا مثلا جاتني كبيره، اولا مثلا المدام ما عجباتهاش كل واش. هاد الحاله هذه كنهزها كنرجعها لهم كنقول لهم شوف الله يخليك بدل لي هاد الثلاجه راه ما عجبتنيش، ولا ما كذا ولا ما كذا، بدون تردد. هذا غارونتي ديال ثلاثه الاسابيع كاين هذا في لوروب، كيجيو كيرجعوها كيعطيوني ثلاجه اخرى. ولكن هذه اللي رجعوا مش كيهزوها كيبيعوها، لا كيخليوها في ستوب، تيجي هاد مول المحل اللي عندنا اللي حنا فيه دابا كيجمع داكشي اللي عندهم وكيجيبو كيشري بثمن زوين وكيبيعو لينا بثمن زوين. واش فهمتوا دابا علاش تنقولوا مستعمله وشبه مستعمله؟ هذا هو البلان. وما نساوش انه هنا راه غارونتي، كيعطيوك غارونتي عام كل منتوج خديتيه سواء كان مستعمل او لا شبه مستعمل، راه كتاخذ غارونتي ديال السنه. ندوزو دابا للثلاجات اللي كاين في هذا المحل. هي الثلاجه غتاخذها ابتداء من 8000 درهم دو بورتو، حاجه كبيره بغيتي تشوفها. ها هي ثلاجه كبيره دو بورت بروفيسيونيل، شي حاجه كاليتي كما كتشوفوا. فوالا هنايا فيها هذا ديال 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 الماء، فوالا كما كتشوفوا هنايا. انا مثلا ما بغيتش نبقى نحل الثلاجه نهز قرعه ديال الماء نشرب، هنايا كنعمر هذاك
هذاك الترموس تمايا كنعمرو، وهنايا كنجي بغيتو ثلج ناخذو ثلج، بغيتو ما ناخذو ما، بغيتو ما مكلاصي ناخذو ما مكلاصي، بغيتو ما بارد ناخذو ما بارد عادي. اذا هذه هي الثلاجه ديال 8000 درهم اللي معروفه عادي ب 16000 درهم، ها هي بثمن زوين بزاف. ماشي غير هذا الشكل اللي كاين، كاين بزاف ديال الاشكال وكل حاجه وثمنها وكل حاجه والشكل ولا غام اللي بغيتو فيها. كاين هكا طويله بجوج بيبان، كاين هكا باربعه البيبان، غنشوفوا معكم موديلات كثر ان شاء الله وكل حاجه وثمنها. دوزو لهذا هير ديال الدجاج. هذه الدجاج انه هذه دجاجه كتكون لها هنايا، هذه دجاجه شوفوا تبارك الله شي حاجه واعره مفخمه. هذه مارك هير اللي معروفه بلا كاليتي ديالها، تفاجئوا من الثمن ديالها ديال بصح. شوفوا الثلاجه كيفاش دايره ها انتوما، فوالا اي فوالا، ثلاثه ديال البيبان، شي حاجه كاليتي ديال بصح بالمجوره، شي حاجه بروفيسيونيل. طبيعه الحال ديال البخار اننا حاجه باينه وتيكونوا اقتصاديين ديال بصح. هذه راه معروف عليها الثمن ديالها اللي كدير 16000 درهم، اليوم غتبقى لكم ب 7500 درهم. 7500 درهم هو باش تبقى لكم هاد الثلاجه هادي الرائعه. وكاين اشكال كثار، نشوفوا مثلا هاد سامسونج هادي اربعه البيبان، نعاود نذكركم باللي هنايا راه الثمن عندهم ابتداء من 7500 درهم تاخذ عندهم ثلاجه شي حاجه زوينه او بروفيسيونيل. فوالا شوفوا تبارك الله الحجم ديالها والديزاين ديالها، الشكل ديالها هائل هائل ديال بصح. اي فوالا نشوفوا معكم هادو عاوتاني حتى هي. فوالا شوفوا ليا الثلاجه قداش كبيره تبارك الله، هو الثمن رائع جدا. ونعاود نذكركم انه هنايا راه تاخذوا من عندهم ثلاجه ابتداء من 7500 درهم على حسب الحجم ديالها، على حسب لاكام، على حسب لا مارك ديالها، وعلى حسب النقاوه حتى هي. وشوف ليا سامسونج هذه رائعه، هذه الثمن ديالها انا عارف هذه كلشي غيسول عليها الثمن ديالها، حتى انا سولت على الثمن ديالها. اللي نورمالمون هذه كدير 3.5 مليون، اليوم غتبقى لكم بجوج 8.5 وباقه جديده، باقه جديده ناقصه لكم فيها 10000 درهم، ناقصه لكم فيها مليون. وشوفوا الشكل ديالها، شوفوا تبارك الله، شوف شوف على الثلاجه قداش تبارك الله، شوف راه ما تهز ليك، راه ما دير فيها. شوف لي الديزاين ديالها من الداخل، شكل الناس تنقول لكم هذه راه مازال جديده لانه الكتالوج ديالها باقي كاين، باقي البلاستيك لاصق في شي بلايص فيها. اذا مرحبا بكم والف مرحبا، شوفوا لي ما تبارك الله الثلاجه قداش هنايا. فاذا مرحبا بكم، كاين شكل كثار، كاميرامان وري الناس عفاك هنايا، صور لهم، حاول تصور لهم كاع الثلاجات. فوالا 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 المحرة عامر تبارك الله. شكل انواع كثيره من الثلاجات كانت بحال هذه ديال ليكرون، اللي هذه معروف عليها سامسونج، معروف عليها كدير 40000 درهم، 4 ديال المليون كما كتشوفوا. اليوم غتبقى لكم 25000 درهم. وخاصك تشوف لي الثلاجه كيفاش دايره من الداخل تبارك الله، شي حاجه مفخمه وزوينه تبارك الله. شوف داكشي باقي جديد، راني مازال خدامه دابا، حتى هي فيها الترموس اللي كتعمر الماء من هنايا، فيها الكاميرا، يعني انك ما تحتاج كاع انك باش 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 تحل الثلاجه تشوف شنو فيها، كتشوف غير من هنايا اشنو عندك بلا ما تحل باش تدخل ليها الحراره. كاين كذلك هاد ليكرون هادي اندرويد اللي كي يعني كتكونيكتا بالواي فاي وانترنت وكلشي. فاذا مرحبا بكم الف مرحبا. كاين بزاف ديال المنتوجات اللي ما صورناهمش يمكن، بحال مثلا لي فريتوز، كاين هاد الباك هذا ديال هاد الكاسرول او هاد القدرات، كاين كذلك الفرفارات بشكل وانواع، كاين بزاف ديال المنتوجات، كاين لي بلاك، كاين الفران باشكالهم وانواعهم، حتى تجيوي ان شاء الله وتكتشفوا. ما تنساوش انه هذا المحل راه كيدير التوصيل لجميع المدن المغربيه بدون استثناء، وثمن التوصيل راه مناسب جدا. مرحبا بكم والف مرحبا، خليتكم في راحه الله والسلام عليكم.